ومرحبا بكل من يشاهدنا ويتابعنا بحلقة جديدة وبداية أسبوع جميلة نتمنى أن تحوز على رضاكم. راح نكون معاكم اليوم مباشر بحلقات أغلبها وطنية. ومساء الخير فهيد. مساء الخير لولو ومساء الخير على المشاهدين ومتابعين شاشة تلفزيون دولة الكويت، وحياكم الله في برنامج ليل الكويت. وأكيد لولو يعني تتزامن هذا الأسبوع فرحتين، الاستغلال وفرحة عيد التحرير، فتلفزيون الكويت مجهز لمشاهدينا برامج إن شاء الله بتحوز على رضاكم وإعجابكم. ولأن دائما يا فهد إحنا نواكب المستجدات خصوصا مع ظهور فيروس كورونا، اسم الله عليكم، في أخبار كثيرة حول وجود أكثر من حالة في عدد من الدول، وشفنا خبر وصول الطيارات من مطار الشيخ سعد العبدالله والإجراءات اللي تبعوها بخصوص اللي قادمين من إيران، فخصصنا جزء من هالحلقة عن هالموضوع عشان نطمنكم. بالفعل لولو، وأيضا بمناسبة الأعياد الوطنية عندنا شخصية دبلوماسية وسياسية عريقة ومحنكة، وواكبت العديد من الأحداث وكان لها دور كبير في العديد من الأحداث المهمة. أكيد، وبما أن هذه الأيام تبدي المسيرات وأخوانا في وزارة الداخلية يعطيهم ألف عافية بدأت استعداداتهم، معنا عبر الهاتف العقيد توحيد الكندري مدير عام إدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني. مساك الله بالخير سعادة العقيد، حابين نعرف وياك استعداداتكم القطاعات الأمنية للاحتفالات في الأعياد الوطنية. حياك الله أستاذ سعيد، وحياك الله والأخت لولو وبالسادة المستمعين، وأنا رتبتي عميد. عميد حياك الله. والنعم فيك. حياك الله. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. كلمنا عن استعداداتكم للاحتفالات في الأعياد الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نتكلم عن الأعياد ونتكلم عن فرحة ونتكلم عن مناسبة جميلة على قلوب جميع مواطنين دولة الكويت وأيضا المقيمين على أرضها الطيبة، وبالتالي وزارة الداخلية متنبهة حق هذا الحدث من فترة طويلة، وبالتالي جهزت جميع قطاعاتها، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للنجدة، الدوريات، الأمن العام، المباحث الجنائية، كل جميع قطاعات وزارة الداخلية مستنفرة في هذا اليوم لتغطية هذا الحدث ولتأمينه ولحماية إخواننا مستعملين الطريق وأيضا كل من يفرح في هذه المناسبة السعيدة. أكيد، وهل هناك حملة توعوية استعداداتكم حق يومين الاستقلال والتحرير؟ أكيد قاعد نشوف بالأيام الأخيرة يعني وخاصة في السنتين الماضيتين قلت رش المياه والرغوة اللي قاعد نشوفها، شنو استعداداتكم حق هالأيام؟ طبعا مثل ما تفضلتي اختي، مثل هذا الحدث توافق بعض السلبيات من قبل بعض الاشخاص اللي ما يعي مسؤوليه الفعل اللي يقوم فيه، يعني حدثت عندنا بعض الحوادث السنوات السابقه، نتمنى من اخواننا طبعا من خلال التوعيه اللي نقدمها احنا كوزاره الداخليه ان يتنبه اولياء الامور لهذه الامور التوعيه، مثل ترك الاطفال، يعني انت الله يحفظك رحت البحر او اني حطيت لك مكان وكراسي وتركت اطفالك بعيد عنك يتخطرفون في الشارع، وقعت عندنا حوادث دهش. ايضا عدم النزول من المركبه اثناء الاحتفالات، بعضهم تاخذ الفرحه والوناسه وينزل من سيارته ويحاول يقوم ببعض الحركات مثل ترقص في الطريق، طبعا هذه ايضا تعتبر مخالفه مروريه، اداب عامه. ايضا عمليه استعمال المياه، يعني موضوع المياه ايضا يزعج بعض المره، حاول انك انت تستعمله بالشيك المرفق وحاول تبتعد عنه كثر ما تقدر موضوع رش، لانه فعلا بدا يزعج كثير من الاهالي والمواطنين والمقيمين من خلال استخدام مثل هذه الامور. نعم، عساكم على القوه، وقاعد نشوف يعني ما شاء الله عليكم مكثفين الدوريات ومكثفين من الضباط اللي موجودين خلال المسيرات عشان ينظمون الامور والناس تحتفل بسعاده من غير من يعني اقل الاضرار ان شاء الله. كلمه اخيره توجهها حق مشاهدين ليالي الكويت وتلفزيون دوله الكويت. كلمه اخيره تمس يعني قلوب كل من يسمعني حاليا، يعني انا اقول يعني دائما هلا هلا بولدنا رجل الشرطة الموجود بينكم، يعني هذا أيضا كويتي مواطن يحب الكويت وترك بيته وعياله وأسرته وتواجد بينكم، التعامل مطلوب، هو ما وجد إلا لأمنك ولا وجد إلا لحمايتك، فمطلوب أنك تسمع كلامه وتتعاون معه حتى نخرج بفرحة للجميع تسعد جميع القلوب على هذه الأرض الطيبة. بالفعل سعادة العميد يعطيكم العافية ومشكورين وقواكم الله وجهودكم واضحة وكل الشكر لك. يا أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله، يا أهلا وسهلا. مشاهدينا الحين راح نروح معاكم عن التقرير عن ثقافة الاحتفال، وبعدها نتعرف على ضيوف حلقة الليلة، تابعونا في حلقة جميلة من ليالي الكويت.
القلب الكبير، عشقي الأول ولا مال أخير، يا شعاع الكون منا يستنير. في كل عام نشوف التجهيزات والاستعدادات للاحتفال في الأعياد الوطنية في كل مكان، ونشوف الفرحة في عيون الصغير قبل الكبير، حتى أخواننا الخليجيين نشوفهم متواجدين وفرحتنا من فرحتهم. وعشان كذي لازم نظهر بأحسن صورة ونبتعد عن المظاهر السلبية بالاحتفال. وأحلى ما في الموضوع التزام الكل بثقافة الاحتفال والمحافظة على جمال وروح العيد الوطني. ونشوف جهود أخواننا في وزارة الداخلية في تنظيم المسيرات والحرص على سلامتنا. ومن المعروف أن شارع الخليج من أكثر الأماكن المزدحمة في هذه المناسبة، كلنا نحب نحتفل فيها اليوم، وكلنا نحب نعبر عن فرحتنا بطريقتنا. بس تدرون أن في 2019 تم رفع 1350 متر مكعب من المخلفات، وتم تحرير 278 مخالفة خلال المسيرة. ولأن إحنا نحب الكويت وإحنا اللي نمثلها، فلازم نحرص على تمثيلها بأحسن صورة. اليوم في ليالي الكويت السيد محمد أبو الحسن المستشار في الديوان الأميري، وحديث عن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية. الدكتورة سندس القبندي رئيس مركز اللوائح الصحية. العقيد بدر الشايع مدير إدارة الجوازات في مطار الكويت الدولي ممثل قطاع المنافذ. الدكتور مبارك الدوب استشاري طب طيران ورئيس اللجنة الصحية لفيروس كورونا، أعضاء اللجنة العليا لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وحديث عن مستجدات مرض كورونا. هذا العام يصادف الذكرى 14 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، والذكرى 59 لاستقلال دولة الكويت، ومرور 29 عاماً على التحرير. للحديث أكثر حول أهم المحطات التاريخية لهذه الذكرى، معنا السيد محمد أبو الحسن المستشار في الديوان الأميري الحين في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معنا سعادة المستشار السيد محمد أبو الحسن المستشار في الديوان الأميري، وتاريخ من العمل والعطاء وتاريخ من مواكبة الأحداث والذكريات. ولأن اليوم مباشر حلقتنا بتكون وطنية، لأن هالسنة نحتفل بمرور 14 عام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم، و29 عام على عيد التحرير، و59 عام على الاستقلال. نعم، واليوم حاضرين محاورنا على أساس جميل، وهي بداية مرور 14 عام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. لو نقسمها على ثلاث مراحل خمسية، ما هي أبرز وأهم الأحداث من وجهة نظرك أستاذنا؟ أولا بودي أن أغتنم هذه الفرصة، أولا أشكركم لدعوتي للقاء مع السادة المشاهدين والمشاهدات، وأقول بالبداية أني بودي أن أقدم أحر التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد، وللشعب الكويتي صغيرا وكبيرا على مرور هذه الذكريات العزيزة على القلب. نعم. وأقول الحمد لله الكويت محظوظة أن حتى مناسباتها تقريبا كلها في فترة زمنية تقريبا واحدة. صحيح. يعني الذكرى 14 لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم وتحرير الكويت والعيد الوطني اللي كلهم يأتون مترادفين على بعض، هذا من حظ الكويت إن شاء الله. نعم. فيما يتعلق في الإنجازات اللي تمت في خلال 14 سنة الماضية، ودي أبتدي في المحور الأولاني وهو محور ينتسب إلى صاحب السمو. معروف صاحب السمو هو عميد الوزراء الخارجية في العالم كان، وأحد الآن يمكن أكثر القادة اللي في العالم خبرة
وتجارب متراكبة من الستينات إلى الآن وهو يشتغل في هذا العمل. لذلك أبتدي في الشق السياسي. نعم. يعني أول خطوة أقدم عليه صاحب السمو هو الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي لكن يبحث الشؤون الاقتصادية. نعم. إحنا متعودين على القمم العربية السنوية تعقد. صحيح. وجهة نظر صاحب السمو قال مشاكلنا في العالم العربي لا تحل. نعم. على الإطلاق طوال هذه الفترات لم تحل طوال هذه الفترات الماضية. يمكن لو نغير التركيز على الشق الاقتصادي اللي يربط الشعوب. نعم. مع بعض البعض في المصالح. صحيح. ربط الشعوب في المصالح راح تكون يمكن أحد أقصر الطرق لحل المشاكل السياسية. نعم. فعقد أول مؤتمر لتنمية اقتصادي على مستوى القادة. نعم. وفعلا أعد له بأكثر من 6 أشهر وشمل مو فقط رؤساء الدول يبحثون القرارات النهائية إنما رجال أعمال وهيئات اقتصادية انعقدت في الكويت وحطت ملامح خطة اقتصادية للعالم العربي. نعم. والحمد لله نجح المؤتمر والسلسلة من الاجتماعات على مستوى القمة عقد اللي بعدها في القاهرة والثالث اللي في المملكة العربية السعودية. نعم. الشق الثاني فكر صاحب السمو أنه نحن ملتزمين ومجاورين لقارة مهمة جدا نرتبط معها تاريخيا ونرتبط معها اقتصاديا وهي قارة المستقبل وهي القارة الأفريقية. فعقد أول قمة عربية أفريقية أيضا في بعد توليه مقاليد الحكم بحوالي 3 أو 4 سنوات وكان واحد من أكثر المؤتمرات القمة اللي تم المشاركة فيها على مستوى القمة لأكثر من حوالي 55 رئيس دولة عربية وأفريقية ووضعت خطط اقتصادية للتنمية الاقتصادية ونقل المعرفة الفنية من العالم العربي وبالذات الدول المقتدرة. نعم. ثم فكر صاحب السمو في آسيا وعقد أول منتدى اقتصادي على مستوى القمة للدول الآسيوية. نعم. أيضا في الكويت. نعم. ثم انتقلت العملية إلى لما تأزمت سوريا والمهاجرين والبلاء والمشاكل الإنسانية عقد بناء على طلب الأمم المتحدة أول مؤتمر مانحين لسوريا وحضرها تقريبا جميع دول العالم وتم الحصول على أكثر من 2 أو 1.5 مليار دولار تعهدات. نعم. والأمم المتحدة لاحظت أنه نظرا لأن الفكرة كويتية ونظرا لأن الكويت في جمحة للتبرعات ما عندها أي حزب أو فئة أو اتجاه سياسي معين تصرف في هذه التبرعات فعلا. فالأمم المتحدة طلبت من صاحب السمو أنه يعقد للسنة الثانية والسنة الثالثة نفس المؤتمرات في الكويت وراء بعض سنة 2013 و2014 و2015 نعم. وبعدين صاحب السمو كان يحاول أنه يشرك العالم وفعلا وافقت بريطانيا على أن تستضيف القمة أو المؤتمر الرابع لكن طلبت أن يكون صاحب السمو رئيس مناوب. نعم. أيضا هذه توجهات صاحب السمو في الشق السياسي. ثم طبيعي استضافتنا للحوار اللي تم في اليمن 6 أشهر الفرقاء الحرب اليمنية اللي فعلا ذهب ولا يزال يذهب ضحايا ووحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العالم الآن هي الموجودة في اليمن. نعم. 6 أشهر يجتمعون في الكويت وقاب قوسين أنه يجدون حلول لكن مع عملية مأسف تطورات يعني لم تسمح بذلك. نعم. بعدين دور البارز في حل المشكلة الخليجية للعالم كله يعتبرون صاحب السمو هو حكيم العرب وهو الوحيد القادر على حل المشكلة الخليجية الموجودة الآن. لذلك حتى الأمم المتحدة والدول العظمى قالت نحن لن نقوم بأي مبادرات طالما صاحب السمو هو متكفل في هذا الموضوع والأمل. نعم. موجود. أول نتيجة لهذا أن لا يزال دول مجلس التعاون ومجلس التعاون ككيان موجود وفي اجتماعات وإن كانت الفاعلية ليست بذيك الدرجة العالية نتمناها نظرا لاستمرار الخلاف لكن لم نفرط في فاعلية دول منظومة مجلس التعاون. هذه العناصر تبين إنجازات صاحب السمو في الشق الأولاني. صحيح. الشق الثاني طبيعي اللي هو أنا ودي أركز عليه وهو الشق الوضع في الداخل. يعني صاحب السمو ما شاء الله عليه بدأ مشاريع عملاقة. نعم. بنية أساسية رئيسية مثل ميناء مبارك اللي
يعني صار أكثر من حوالي 7 سنوات أو 6 سنوات يتم العمل فيه وقاب قوسين أو أدام الانتهاء. صحيح. جسر جابر، سلسلة الطرق اللي نتمتع فيها الآن في من جهرة إلى الكويت، والطرق اللي نتوقع في حدود 4 سنوات راح يتغير شكل الكويت بعد الانتهاء من الطرق. نعم. السريعة، المراكز الثقافية والفنية، مركز جابر عبد الله السالم، مركز جابر الأحمد، قصر السلام تحويله إلى متحف الكويت، ثم الموضوع المدن الجديدة، مدينة صباح الأحمد وتطوير مدينة جابر الأحمد والشيخ سعد. نعم. هذه كلها البنية التحتية اللي ركز عليها صاحب السمو، و ثم بعض الأمور الأخرى اللي متعلقة في الشباب، الشق الثالث يعني ركز على الشباب، خلق موضوع الصناديق المشاريع المتوسطة والصغيرة، الشباب بدأوا يساهمون ويبدعون. صحيح. بدأ بعض الشباب الكويتي يدخل مجالات ما كان متعود أنه يدخل عليه بفعل هذا الصندوق، وتبنى يعني أفكار للشباب من خلال مؤسسة الكويت التقدم العلمي وأيضا الهيئات الأخرى. ثم بدأ يتكلم عن المشاكل المزمنة في الكويت، الترهل في الهيكل الإداري في الكويت، مكافحة الفساد، خلق النزاهة عند الموظفين. هذه 3 محاور صاحب السمو تمكن بنجاح واضح في أن يحققها في خلال السنوات 14 الماضية. نعم، مثل ما تفضلت حضرتك هذه الإنجازات إحنا أكيد جدا ملحوظة، والمواطنين أكيد شافوا الفرق الكبير اللي صار خلال فترة قصيرة جدا، وهذه أكيد من رؤية الكويت ل 2035. هذه الإنجازات الكبيرة والضخمة دوليا وسياسيا خلال هالفترة، حصل سموه على لقب قائد العمل الإنساني من الأمم المتحدة، ما أثر هذه الثقة الأممية على مكانة الكويت دوليا؟ بكل تأكيد يعني الأمم المتحدة وهي تراقب هذه المؤتمرات القمم العديدة اللي عقدت في الكويت منذ تولي صاحب السمو الحكم اللي ذكرتها قبل شوية. نعم. وبالذات لما ركز على سوريا. صحيح. وتركيز على سوريا ما كان فقط تجمع تبرعات شفوي، إنما تحولت هذه التبرعات إلى واقع على الأرض. نعم. في دول اللجوء اللي هي لبنان والأردن وتركيا ودول أخرى، ومشاريع. وألزم ما في يميز المؤتمرات الدعم سوريا هو أنه مو فقط توفير الغذاء والدواء والسكن، إنما تدريب اللاجئين على بعض الأعمال الحرفية. صحيح. على أساس أنه من بعد ما تنجلي الغمة ويعودون إلى بلدانهم يكونون عناصر منتجة مباشرة. نعم. هذا لاحظه الأمين العام للأمم المتحدة، لذلك الأمين العام كان يصمم على أن الكويت هي اللي يجب أن تستضيف هذه المؤتمرات. صحيح. ووجدت نتيجة هذه المؤتمرات ملموسة على أرض الواقع، ارتاحت الدول المستضيفة كلبنان كالأردن كتركيا وغيرها والعراق من الدعم اللي كان يها، لذلك لم تجد إلا أن تمنحها هذا اللقب غير المسبوق. نعم. وهو لقب القائد العمل الإنساني. وأقيمت حفلة كبيرة جدا في الأمم المتحدة، وتم ليس فقط إضفاء هذه الصفة غير المسبوقة على أي قائد في الأمم المتحدة أو عضو في الأمم المتحدة كقائد العمل الإنساني، إنما على الكويت كمركز العمل الإنساني. جميل. نظرا لأن كلمة صاحب السمو عندما تقبل هذه التسمية الغالية قال ترى أنا لم أبتدئ هذه العملية بنفسي. نعم. إنما أنا هذا إرث أخذته من الآباء والأجداد. نعم. الكويتيين حتى قبل النفط كانوا يمدون إيدهم إيد الخير لسد العوز وملء البطون الجائعة، سواء كانوا في الداخل أو في دول الجوار. شعار هالسنة أميرنا قوتنا سندنا ترابطنا. نعم. الله يحفظه. سعادة المستشار، يعني عندما كنت دبلوماسيا ويمكن رافقت سمو الأمير لما كان وزير الخارجية، كان في مواقف أكيد بينكم وفي مواقف يمكن ما تنساها دائم تخطر في بالك، كلمنا عن هذه العلاقة. في أنا يعني طبيعي في مواقف كثيرة جدا، لكن أنا بكون موضوعي ما بكون عاطفي، يعني هو الشق الإنساني فيه في داخله يعني تلمسه بكل بساطة. أنا ودي كيف إحساسه على المشاكل اللي في العالم. أذكر لما كنا نروح إلى المؤتمرات اللي في أفريقيا، كان يحس أن يعني أفريقيا مبتلى بعدة أمراض اقتصادية وسكانية وثقافية، لكن أخطر مرض هو مرض التصحر. نعم. جفاف يعم
بعض أجزاء أفريقيا تتحول المناطق الزراعية إلى صحراء قاحلة، فشكلت لجنة اسمها لجنة مكافحة التصحر في أفريقيا. صاحب السمو كان الرئيس المناوب مع تنزانيا، مع أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت سالم أحمد سليم كان وزير خارجية تنزانيا. وزيرين خارجية، عربي وهو صاحب السمو لما كان وزير خارجية، وتنزاني، ترأسوا لجان لسنوات عديدة لمكافحة التصحر. إعجابي فيه كيف وصل إلى هذه القناعة، أنه العدو ليس فقط الجوع، إنما أصل الجوع يأتي من تصحر، وهو كان أول إشارة للتغيير المناخي اللي يحصل الآن في العالم. عبارة كانت اللفتة الأولى للتغيير المناخي وآثاره العكسية على الإنسان هو موضوع مكافحة التصحر اللي صاحب السمو كان الرئيس المناوب له لعدة سنوات. احنا في مناسبة مرور 29 عام على التحرير حابين نوثق هذه الأحداث. حضرتك كنت من أهم الأحداث صارت لك، خصوصا كنت سفير الكويت في الأمم المتحدة. جهود كبيرة وجهود جبارة قمت فيها بذلك الفترة. شلون تلقيت خبر تحرير الكويت ونبي نشوف يعني أثر الكويت دوليا في ذيك الفترة؟ طبيعي العالم كله كان جل اهتمامه تطور الأحداث في الكويت السبعة أشهر. يعني الأمم المتحدة كنا نعقد اجتماعات لمجلس الأمن عديدة، والملاحظة اللي أنا عندي، أنا طبيعي مندوب دائم من سنة 1981، الغزو حصل 1990، كثير من القضايا العالمية كانت تناقش في مجلس الأمن وعلى رأسها قضية فلسطين. كان حضور الدول في قاعة مجلس الأمن يكاد ينعد على الدول المهتمة لا تتجاوز 20 أو 30 دولة لكي يأتوا لكي يساهموا بإلقاء كلماتهم أو لكي يسمعوا للنقاش اللي يدور في أعضاء مجلس الأمن. منذ الليلة الأولى للغزو أول اجتماع عقد تقريبا الساعة 1:30 فجر يوم 2 أغسطس. العالم كله نايمة كانت لما سمعوا الخبر. لما دشينا المجلس سبحان الله أكثر من 70 دولة موجودة تسمع ما يدور في داخل المجلس، نظرا لأن المستهدف كان الكويت. صدى الكويت دوليا. نعم، لم تكن الكويت في سنة 1990 كمية مهملة، لم تكن مثل ما يقولون تعبير بنانا ريبوبليك. إنما كانت دولة فاعلة على كل لسان من في سياسات الدول. الدول الأفريقية كانت مستفيدة من صندوق التنمية الاقتصادي ومن التبرعات الكويتية، دول أمريكا اللاتينية، فهزهم ما حصل للكويت. من 2 أغسطس على مئات الاجتماعات لمجلس الأمن كان الحضور دائما حضور متميز، والحمد لله رب العالمين أنه لما بدت العمليات العسكرية طبيعي يوم 17 يناير 1991 وكنا نترقب إن شاء الله يتم التحرير، فيوم 25 فبراير عادة اليوم الوطني ما سوينا احتفال مثل البقية، نظرا لأن الوضع ما يساعد على نسوي احتفال في بمناسبة الوطني. أنا قبلها ب 15 يوم أو 20 يوم رقبت أني أسوي يوم 25 بالليل أو ليلة 25 دعوة عشاء. دعيت فيها رئيس مجلس الأمن، ما خليت اليوم يطوف كذي، ما خليت، لا دعيتها من قبل 15 يوم، قلت يوم 25 بسوي عشاء، منها مناسبة العيد الوطني ومنها أني أجيب الدول الرئيسية. فجبت رئيس مجلس الأمن والخمسة الأعضاء الداميين، وجبت بعض الأعضاء من مجلس الأمن، وجبت طبيعي من أمريكا اللاتينية ومن أفريقيا. وصدفة وإحنا في وسط العشاء ذاك الساعة ما كانت عندنا هواتف موبايل، يرن التليفون عندي في البيت، المساعدين اللي موجودين برا يتصلون قالوا واحد يبي يتكلم مع رئيس مجلس الأمن. هم يدرون أن رئيس مجلس الأمن عندي. كان معك في العشاء؟ كان معي في العشاء، أنا متصدر الطاولة هو على إيدي اليمين، فقلت له أكو لك تليفون. فطلع من الغرفة تكلم وابتسامته مليانة، قال لي أنت شلون مختار اليوم، شلون اخترت اليوم 25 حق هذا العشاء؟ قلت إيش اللي صار؟ قال تو استلم تبليغ أنه بدأت قوات التحالف تدخل مدينة الكويت. الله. ومطلوب من عندنا بعد العشاء مباشرة أن ننتقل إلى الأمم المتحدة حتى نتابع التطورات، ويمكن نصل إلى إن شاء الله في حدود ساعات إلى تحرير مدينة الكويت. شنو كان شعوركم كدبلوماسيين؟ شعور غير معقول، يعني أمانة الكل مستغرب
شلون العشاء يصادف ان احنا مسوين امرتنا من قبل 15 يوم وتقول العشاء من قبلها بساعتين وثلاث ساعات ونعم كنا نتابع الاحداث يعني. كان يوم مميز وانتقلنا كلنا من بعد العشاء حتى لدرجه ان واحد قال لا تقدمون حلو نروح الحلو نستقل ناكله في مجلس الامن اللي هو اعلان اعلان تحرير الكويت يعني قالوا اكيد بيطلع اعلان تحرير الكويت في بعض ساعات وفعلا يعني انتقلنا من بعد ما تعشينا وحتى اكلنا الحلو انتقلنا الى مجلس الامن وتابعنا حتى ساعات الفجر الاولى في نيويورك اللي لما القوات العربيه دخلت الكويت وشفنا الفرحه بدات سي ان ان تنقل فرحه الناس في الكويت فهذه الظاهره ما اعتقد اقدر انساها في اي لحظه من اللحظات اكيد يوم يعني ما ينسي وبالذاكره لكن لو بنتكلم يعني عن مرور 59 عام على استغلال دوله الكويت وذكرياتك واول الاحتفالات يعني الاحتفالات الاول لما كنت يعني شفت الاحتفالات في يعني عيد الاستغلال استغلال الكويت وانا طبيعي شفت عيد الاستغلال على مرحلتين المرحله الاولانيه لما كنت طالب في الثانويه وبعدين في الجامعه في القاهره يعني في الثانويه يعني فعلا كنا يعني نشوف استعراضات العسكريه في الشوارع وانا احب موضوع الاستعراضات العسكريه يعني الجيش كان يسير يعني استعراض فيمشي في الشوارع شارع الجديد دائما من قصر السيف يمشي الى شارع الجديد الى وزاره الدفاع وذاك الساعه طبيعي ما كان اكو هالحفلات الموسيقيه المعروفه فبالتالي الموسيقى مالت القرب وموسيقى الجيش كانت تلفت النظر يعني كان شغله يلفتون النظر وصول رؤساء الدول واستقبالهم في مثل النوع من الاحتفال وعيد وطني. نعم. بعدين انتقلت إلى القاهرة طبيعي انقطعنا هناك نظرا لأنه طبيعي بس السفارة تسوي الحرس لكن بديت أشعر في أهمية الاحتفالات لما صرت سفير وأول منصب لي كان في الصين سنة 1975 نعم. وسويت أول حفلة وأنا ومهند وأعضاء السفارة نستقبل ضيوف وشفت تقدير الدول وممثلي الدول في الصين وهم يأتون طبيعي الصين كانت فيها جميع دول العالم كانت ممثلة في الصين ما عدا طبيعي يمكن بعض الدول الفقيرة اللي ما تقدر توفر إمكانيات السفارة نعم. حسيت أن الكويت يعني أكبر من اللي أنا كنت أتوقع يعني تطور الكويت ونشاطات الكويت موجودة في أذهان وفي كلام غالبية السفراء هم يتكلموا عن الكويت تعزز ذلك طبيعي من بعد ما رحت إلى يوغوسلافيا وصرنا أقرب فقمنا نجيب فرق ثقافية وموسيقية ويعني فنانين حتى يسوون احتفالات صغيرة جدا على جنب الاحتفال يسوون بالسفارة ولما رحت نيويورك 23 سنة اللي قعدت في نيويورك طبيعي حسيت بيعني الاحتفالات إن شلون عند الآخرين وكنت أتابع الاحتفالات اللي في الكويت من خلال التلفزيون وبعدين طبيعي في السنوات الأخيرة اللي انتقلت من سنة 2003 إلى الآن قمت أتابعها في الشوارع وصارت عندي مجموعة ملاحظات مع مزيد من الأسف يعني قمت أقارن بين الفترة الأولانية اللي كان الاحتفال فعلا احتفال حقيقي ينمي الروح الوطنية إلى الاحتفالات مع مزيد من الأسف هذه الأيام اللي فيها خروج عن التقاليد المعروفة وعن طبع الشعب الكويتي يعني موضوع هذه المياه التي تنذب على الناس الثلج اللي ينذب طبيعي أعتقد أن هذه مسؤولية يعني كبيرة تقع على أولياء الأمور صحيح. أن يثقفون عيالهم وخصوصا أذكر أولياء الأمور لسبب آخر قبل حوالي أعتقد أسبوع وأنا أشوف بالتلفزيون عندكم في الإذاعة في التلفزيون أحد يسأل واحد أعتقد من الشباب أعتقد عمره 12 سنة 14 يعني يمكن تقول عمره 12 سنة 14 سنة شي ذكرك يوم 26 شنو معنى 26 فبراير فوجئت قال هذا يوم غزو الكويت غزو العراق للكويت أنا فوجئت هذا معنى هذا إن مسؤولية ولي الأمر مسؤولية الأهل والأسرة مو مسؤولية نعم التعليم في تعليم وطني المفروض إن الآباء يدرون عليهم مسؤوليات ثابتة يعني المسؤولية فيما تعرف مسؤولية دينية يعلمونهم الصلاة والصيام وهم من صغار ويعلمونهم المسؤولية الوطنية يعلمونهم حكام الكويت منهم تاريخ الكويت منهم غير صحيح. المدرسة مو يتركون كل شيء مدرسة صحيح. وبالتالي
التجربة اللي مرينا فيها اللي هو تجربة الأهل. الغزو ما يجب أن تترك فقط لوسائل إعلام تذكر الناس. صحيح. المفروض أن آبائنا وأمهاتنا وأخواننا الكبار يعني نعلم أولادنا وأحفادنا. ما شاء الله عليكم أنتم مقصرين. إنه يعني هذه تجربة لم يسبق لها مثيل موضوع الغزو العراقي للكويت. نعم. فيجب أن تبقى في يعني أنا ما أريد جيل جيل التسعينات يعرف هالموضوع. وجيل ال 2000 المفروض الأجيال القادمة تعرف شو ماذا حصل للكويت. بس استاذنا احتفالاتكم اللي قاعد تسوونها في الأمم المتحدة كل سنة تحرصون على أنكم تسوون احتفال مميز جدا غير عادي وغير مسبوق سنويا. هذا أكيد واصلنا إحنا وقاعد يوصل حق الشباب وقاعد يوصل حق الكل. شلون تجمعون هذول الناس كلهم وشلون تيك الفكرة إنك تسوي هذا الاحتفال الجميل سنويا؟ إحنا يمكن كدبلوماسيين احنا قاعدين نثقف الان من بعد 1990 على الاقل. انا اتكلم عن نفسي في الامم المتحده نظرا لان المطبخ كان في الامم المتحده. فكنا فكنا نوريهم شنو كان الغزو واثار الغزو والدول اللي شنو ايضا الدول سفراهم تغيروا والدبلوماسيين تغيروا. الدبلوماسيين اللي كانوا في التسعينات الان غير موجودين الان اللي يتذكرون شنو اللي صار في ذاك الوقت. احنا كنا نحرص ان نعرض هذا فيلم الحرائج السبع اشهر في فيلم طلع الحرائج نعرضه بصفه مستمره كخلفيه حتى نبلغهم انه شنو معنى التحرير وشنو انه العالم يجب ان لا ينسى لا يتكرر المفروض هذا الشيء لاي دوله من دول العالم. يمكن اذا كنا نشوف هذه اللقطات بالشاشه مع المشاهدين شو تذكرك هاللقطات؟ هذه اللقطات تذكرني الحوار المعمق بيني وبين المندوب العراقي اللي كان يكون بعض الساعات قاعد يقابلني في الطرف الثاني من القاعة. نعم. وشرحي للمآسي اللي مر فيها الشعب الكويتي والحرائج والسرقات والأسرى والقتل اللي تم يعني قبل انسحاب العراقيين وبالذات قمة المأساة. كان في شخصيات أيضا متواجدة هنا في الحدث. تذكر من الشخصيات اللي كانوا موجودة؟ والله في طبيعة هذا الحين ما أذكر أي جلسة من الجلسات لكن الشخصيات المذكورة كلها أعضاء مجلس الأمن من الطاولة الرسمية والحضور المكثف من مندوبين الدول. شنو الحدث اللي للحين عالق في ذهنك؟ الحدث اللي عالق في ذهني أن يعني من كثر ما أفلس المندوب العراقي في الرد على الحقائق الدامقة اللي كنت أقدمها بالوثائق إن قال هذا القزم يعني يتكلم عني أنا. نعم. فأذكر أن رئيس مجلس الأمن كان سفير كونغو فرأسا رئيس مجلس الأمن قطع الكلام وقال حق مندوب العراقي أنا لا أسمح لك بأنك تصف زميلك بأنه قزم. ترى الأقسام عندنا في أفريقيا وبالذات في بلدي الكونغو قبيلة كبيرة جدا ومجتمع نحترفهم نحترمهم كونك أنت لا تستطيع أن ترد عليها الحجة بالحجة لا يجوز لك أنك تصفها بهذا الوصف. الله الحكمة. هذا رئيس مجلس الأمن في ذاك الوقت. نعم حكيم مستشار تاريخ جداً. طويل وتاريخ يعني معاصرة أجيال في الدبلوماسي وفي السفارات وهذه الأمور كلها. لكن خلاصة هذا العمل الدبلوماسي السنوات الطويلة يعني طلعت في 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 خبره. نعم. في فما هي يعني نصيحتك للدبلوماسيين اللي قاعد يعني يداومون الحين في هذا؟ والله انا نصيحتي للدبلوماسيين ان عليهم مسؤوليه كبرى وهم يعكسون يعني حقيقه الغزو وكيف انه كان خطر ليس فقط على الكويت انما على العالم. هذه النقطه الاولانيه. اهميه الامم المتحده ككيان بدونه لم نستطيع ان نحصل على هذه الشرعيه. نعم هناك تحررنا لكن هناك فرق بين التحرير من قبل قوة ودول معينة وبين التحرير من قبل منظمة الأمم المتحدة. أول حالة في العالم يتم تحريرها من عدوان من قبل الأمم المتحدة. الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة التحالف اللي عددها 33 قاموا بهذا العمل الجبار. لكن كونهم يحملون شعار وعلم الأمم المتحدة في العملية وشرعية في الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن باستخدام القوة هذا الشيء غير مسبوق. وبالتالي دبلوماسينا يجب وأيضا شعبنا يجب أن يعي إلى أن الشرعية الدولية هي التي حمت الكويت. صحيح. الشرعية الدولية يعني مو مجموعة دول لمصالح معينة. نعم أكو مصالح نظرا لموقعنا الاستراتيجي نظرا للثورة للثروة لكن أيضا عندنا دور إنساني كبير جدا. يعني لما الدول كانت تتسابق حتى تنضم إلى التحالف
نعم. التحالف لم يكن مكون من فقط الدول المتمكنة عسكريا والكبيرة اقتصاديا، إنما حتى في أفريقيا ثلاث أربع دول من أفريقيا، ثلاث أربع دول من أمريكا اللاتينية، هندوراس والمكسيك والأرجنتين وتشيلي، كلهم ساهموا. في آسيا نفس الشيء. هذه مسؤولية الدبلوماسيين أن يعوا هذا الدرس. أنا دائما أقول أنه يجب أن لا نسترخي في أننا عشنا بعد التحرير الحمد لله بهذا الرفاه، لكن يجب أن نعرف بأن يعني وحدتنا واستقرارنا هو الأساس، استمرارنا في عمل الخير للدول النامية، استمرارنا في تقوية دور صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، يعني اللي الآن أكثر من 122 يعني دولة تستفيد من هذا الصندوق. ما أحب أن أشوف الدبلوماسيين أو غيرهم يقولون لا والله إحنا عندنا بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل فيجب أن نوقف نشاط الصندوق أو نأخذ من نشاط الصندوق. بالعكس، جناح اللي أو المهمة اللي يقوم فيها الصندوق من أحد أبرز وأكثر الأجنحة اللامعة في سياسة الكويت الخارجية. نعم. هذا مهمة دبلوماسيين المفروض تكون هيك. نعم أستاذنا، حضرتك شخصية عريقة جدا وشخصية مثقفة، وإحنا سعيدين جدا في اللقاء معك وتشرفنا بحضورك اليوم. كلمة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامج ليالي الكويت وتلفزيون دولة الكويت للمشاهدين اللي اليوم أكيد أثريتنا في هذه المعلومات القيمة جدا في الاحتفالات الوطنية لدولتنا الكويت. بودي أن أقول هنيئا لكم، كأن النظر لأن إحنا في الكويت الدولة يمكن التي تعيش في استقرار تام وهناء ورفاه اقتصادي في وسط ملتهب، فيجب علينا الحمد والشكر لهذا، ويجب علينا الحفاظ على الأسس ونبذ الطائفية والتعصب والأمور التي تهز الكيان الوحدة التي نتمتع فيها. نعم. ما نتمتع فيه غير موجود عند الكثير صحيح. من الجيران، فما بالك من الدول الأخرى. صحيح. بالفعل. هذه مسؤولية الشعب الكويتي أن يحافظ على ما أنعم الله به علينا. صحيح. أكيد. كل الشكر لك سعادة المستشار السيد محمد أبو الحسن. مشاهدينا فاصل وراجع لكم إن شاء الله. احنا عشاق قلبي بقلبي جدوم متعلق وشابك ولا يفصل يا حبي الاول يا ديرتي الكويت يا الاحلى يا الهجر شابك اللي انا من وعى قلبي عليك شابك انا ميت بحبك ابي شابك انت دربي ماشي لاخر الطريق شابك اللي انا من وعى قلبي عليك ما تنتهي شابك وبغرام تقولي من وين ابتدي شابك في دولك كلي انا يا بعدي شابك قصتي وياك لا ما تنتهي العنبري وجاسم وكاس العالم لندن مع غانم شابك انا شابك اي من يومك كنا صغار بالخش وسط الدار بشار يا بشار شابك انا شابك أنا من كانت العشرة خضرة شابك أنا من أيام سلم الحمرة شابك أنا من أيام كشتة الوفرة شابك من وينسى أحلى أيام في عمره شابك أنا لما الحين ما أفصل أبدا شابك وأنا أحبك حب ما أحب أحد شابك يا عسى عمرك باقي وهدى شابك أنا لما الحين ما
الأبد. ترعرعت في عائلة فنية لها اهتماماتها في عالم تصميم الأزياء والموضة، تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا. حديث متنوع يجمعنا مع نهى المنصور غدا في ليالي الكويت. المربية الفاضلة فتوح المطوع والمحامية سارة لدعيج وذكريات الاحتفالات الوطنية بين الماضي والحاضر. غدا في ليالي الكويت. بعد انتشار فيروس كورونا في مجموعة من دول العالم، تستعد وتتضافر جهود القطاعات الحكومية للحد من انتقال الفيروس ودخوله البلاد، بتكثيف الاجتماعات وتقديم التوصيات اللازمة لتقديم التوعية الكاملة للمواطنين والمقيمين. الدكتورة سندس القبندي رئيس مركز اللوائح الصحية، وزارة الداخلية، العقيد بدر الشايع مدير إدارة الجوازات في مطار الكويت الدولي ممثل قطاع المنافذ، الدكتور مبارك الدوب استشاري طب طيران رئيس اللجنة الصحية لفيروس كورونا. الحين في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحديث العالم حاليا فيروس الكورونا. تتضافر جهود القطاعات الحكومية للحد من وصول فيروس كورونا المستجد في البلاد، خصوصا بعد انتشار بدول غريبة منا. يسعدنا يكون معنا اليوم في ليالي الكويت أعضاء من اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية. يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم. مساك الله بالخير، حياكم. بالبدايه يا دكتور مبارك، شنو دوركم في طيران المدني لمواجهه هذا الفيروس المستجد بالتعاون مع وزاره الصحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطيران المدني هو اللي يدير مطار الكويت، وهي البوابه الرئيسيه لدخول البلاد. فالطيران المدني دور الرئيسي انه يمنع وصول الأمراض المتفشية من بينها فيروس كورونا إلى البلد. هذا بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، من بين وزارة الصحة والمنافذ والجمارك والجهات. فإحنا دورنا كوننا فريق طوارئ. فريق الطوارئ هذا كان مهمته إنه يتولى الإشراف على كل مباني المطار، ويتأكد من تنفيذ اللوائح الصحية شركات الطيران والجهات العاملة في المطارات. بالإضافة إلى أن احنا كان من مهمتنا تكوين خطط للتعامل مع الحالات اشتباه وجود أمراض يعني معدية في الطائرات. وهذه خطة كبيرة، إذا في لي وقت أشرحها. هي تفضل. الخطة تبتدي أولا بتدريب الطاقم الطائر على الإسعافات، والتدريب كيف يكتشف الحالة إنها مريض مشتبه. يعني المضيفين اللي داخل الطيارة. المضيفين ومحطوط لهم الثمان أشياء اللي لو صار ثلاثة واربع. يعني. ثلاثة واربع منها يعتقد إن هذا مريض مصاب اشتباه بمرض. في الحالة هذه إيش يسوي عندهم؟ مركبين لهم جنطة خاصة نسميها الجنطة الشاملة، فيها كل ما يتعامل معه المضيف مع المريض. نعم. يختلف عن الشنطة الطبية للعلاج الأمراض القلبية والأشياء الأخرى. نعم. هذه فيها الكمامات وفيها اللبس مختصة حق هذا الفيروس تقريبا. مخصوصة، وفي من بينها أهم شيء بودر خاص، هذا البودر للتعامل مع أي مواد تطلع من المريض. ولا طريقة نعزل المريض ونخصص له مكان الخدمات الخاصة. وفي نوزع على الخمس كراسي من الطائرة الصف اللي هو فيه، واثنين أمام واثنين خلف،
كرت نسميه كرت تحديد الراكب، يكتفي عنوانه من وين وصل وين رايح، علشان بعدين إذا اكتشفنا أن هذا المرض معدي شديد نقدر نتصل فيه في البلد اللي يروح لها. وبعدين لما توصل الطيارة لها مكان ويطلع عليها فريق طبي ويتأكد هل هذا مرض معدي ولا لا. إذا كان مرض معدي يتولى الإنزالة والتعامل معه. وبعدين مجهزين أماكن لواء بقية الركاب إلى أن يصير التعامل معه. وهذا الأمر مهم جدا أن نذكر أن هذه المهمة ممكن تصير أي طيارة مار على الكويت، ليس فقط الطيارات اللي قادمة للكويت. والكويت في كثير من الطائرات اللي تمر عبر سمائنا رايحة إلى أوروبا وراجعة من هناك. إحنا دوليا حسب القوانين اللوائح المادة 28 تقول الدولة لازم تقبل أي استغاثة من أي طائرة، ومستعدين أن نستقبل أي طائرة من أي جنسية كانت. وعندنا مجهزين أماكن لإيواء هذه الركاب، ومحددين بوابة 9 و10 وبوابة 20 و21 في الحالات هذه نفضيها ونستخدمها للركاب. واللي حصل إذا مسموح لي في الأيام الأخيرة استخدمنا، لأن استخدمنا مبنى الشيخ سعد لهذا الغرض، لأن هذا الركاب من أهلنا ومن ناسنا قادمين إلى المكان. نعم. دورنا طبعا يساعدون عيادات الصحية بالمطار ولجنة اللوائح الصحية في وزارة الصحة وأمن المنافذ. جميل. عندنا والجمارك لجنة متكاملة تقريبا من كل الجهات اللي تختص في هذا المجال. يعني عندنا مثلا استاذ انور، يعني انتم الجمارك، ايوه، اجراءاتكم في الجمارك، دوركم شنو في هذه؟ دورنا بالجمارك، احنا تقوم الاداره العامه للجمارك ممثله بعضو اللجنه العليا للوائح الصحيه، من تحضر اجتماعات الطارئه اللي تعقدها وزاره الصحه، واللي بناء عليها تصدر الإجراءات والتعليمات اللي تقوم الإدارة العامة بتنفيذها بالتعامل بناء على توصيات وزارة الصحة مع الإجراءات الأدوات اللي يستخدمها العاملين بالجمارك لحمايتهم كموظفين خط أول. وبعدها أنت بعد ما تحمل العاملين بالجمارك أنت تعلمهم الطريقة اللي يتعاملون فيها مع الأمتعة والبضائع والأدوات الشخصية. نعم. فلازم يكون في الحرص يكون موجود بالإدارة الموظفين بالتعامل مع الأدوات هذه، أول شيء الخطوات اللي يتعاملون فيها، وبعدها ينتقلون حق التدريب حقهم يعني كأساس. لو نبسطها حق المشاهدين، احنا نبي نطمن مشاهدينا، يعني ما شاء الله وزارة الصحة كفت ووفت بالإجراءات الصحية، لكن نبي دور الجمارك أول ما يوصل المسافر من المطار، شلون تعاون الجمارك مع وزارة الصحة في التوراد من السفر؟ تورد من السفر. تورد. أمس راد من السفر. ما تشيكنا عليه. نبي أول ما يوصل المسافر نبسطها للمشاهد، لما يوصلون شلون تعاونكم بالمنافذ الحدودية؟ احنا طبعا احنا جزء من اللجنه، يعني احنا اجراءاتنا تكون مرتبطه ارتباط كلي، فاحنا الخط الاول احنا نكون بعد الصحه، لما يكون على المسافر احنا بعد الصحه، احنا يهمنا الامتعه اللي مع الاشخاص او الامتعه اللي بالطياره بالشحن او البضائع، فهذين طبعا الاجراءات هذه ناخذ معلوماتها من اللجنه نفسها، شنو الشيء اللي ينتقل يعني ايا كان فيروس كورونا او مثلا فيروس ثاني، فاحنا تعليماتنا يعني ممكن ينتقل مع الاغراض، ما ادري انا هالاجراءات هذه تعليمات وزاره الصحه تبع الى الان لم يثبت، ما حصل الشيء هذا، بس احنا التعليمات اول وثاني ناخذها من الصحه. صحيح. من اللجنه نفسها. حلو، احنا نروح لوزاره الصحه، يعني الحين في دول قريبه منا طبعا يعني حاشا هذا الفيروس، شنو الاشياء اللي ممكن انها يعني نتفاداها، او ان هل مثلا يقطعون الطيران، ان ما تدش الطيارات، احنا سمعنا يمكن في دول قريبه من صارت هذا، شنو الاجراءات اللي انتم في وزاره الصحه؟ طبعا احنا في وزاره الصحه في تواصل دائم ومستمر مع منظمه الصحه العالميه وعلى مستوى العالمي والاقليمي والخليجي مع اخواننا بدول مجلس التعاون، على اطلاع في اخر المستجدات والتطورات بخصوص التوصيات العالميه.
طبعا بالنسبة لنا بوزارة الصحة تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ما تفضلوا الأخوان بالتعاون والتنسيق مع جميع أعضاء اللجنة العليا لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وننصح في هذا الوقت الحالي بتجنب أو تأجيل السفر خصوصا للدول اللي زاد فيها عدد الحالات أو الإصابات. نعم. حوالينا. نعم. دكتورة سنتس، يعني يمكن قاعد تقولين مو نايمة، مشكورة على تلبية الدعوة، هيئتنا تعبانة، لكن ودنا أيضا نطمن المشاهدين. وزارة الصحة اتخذت إجراءات في غرف للحجر الصحي. نعم. ودنا نتكلم عن هالموضوع. طبعا حاليا اللي تم تطبيقها منع انتقال الفيروس. نعم. طبعا مثل ما تفضلوا الاخوان، الامس وصلت تقريبا 6 طائرات لاجلاء الرعاية واخواننا المواطنين في جمهورية ايران كاجراء احترازي ووقائي حفظا على سلامتهم، ويعني طبعا احنا خايفين عليهم الاوضاع اللي في الوضع الراهن والاوضاع اللي متغيره والمتسارعه في جمهوريه ايران. نعم. طبعا كاجراء احترازي تم التنسيق مع وزاره الخارجيه لاجلاء وسرعه اجلاء الرعايه والمواطنين، والحمد لله وصلوا 6 طائرات تقريبا 825 مسافر او قادم من الجمهوريه، والحمد لله امورهم طيبه، تم فحصهم وتم يعني طمنا عليهم ان شاء الله، وإلى الآن لا توجد حالات إن شاء الله. حلو. بنروح لإدارة المنافذ والعقيد بدر، يعني السفر عن طريق البر عدل، إدارة المنافذ إجراءات احترازية أيضا كذلك مع وزارة الصحة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كجزء وزارة الداخلية من اللجنة لتطبيق اللوائح الصحية نستغل معلومات والتعليمات من قبل وزارة الصحة ومن قبل اللجنة هذه. حلو. فإحنا جهة تنفيذية للوائح، وأي تعليمات تصدر منها نقوم بتطبيقها على أرض الواقع. نعم. عساكم على القوة، يعني بالعكس يعني اليوم طمنتوا مشاهدينا، طمنتوهم على الإجراءات الصحية يعني كاملة ومتكاملة بالتعاون مع إدارة الجمارك وزارة الصحة. معنا تقرير الحين مع المشاهدين عشان نشوف مثل ما نقول تقرير عن مرض كورونا، استطلاع ووعي المشاهدين عن مرض كورونا. انتشر بالفترة الأخيرة الكثير من المعلومات عن فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، فحبينا نوضح أن الأخبار لازم تكون من مصادر موثوقة مثل مواقع وزارة الصحة الرسمية. وكان لنا هذا السؤال، شنو تعرف عن كورونا؟ وكان رد البعض كالتالي. مرض بالنسبة لمرض الكورونا مرض معدي، ومرض أول ما انتشر عن طريق الصين، وسمعنا أنه فيه ناس تشافت منه. هو عبارة عن مرض يموت فيه الإنسان حسب ما شفنا بشاشات التلفزيون، أنه يدورون له حل أو علاج، وهذا اللي أعرف عنه. ومرض قاتل خاصة لكبار السن. والله ما أعرف عنه شيء، اللي سمعته مرض ومنتشر بس، لا أكثر ولا أقل، بس ما أعرف عنه أي شيء. مرض مميت وينتشر عن طريق الهواء والأكل. هو يعتبر المرض ينتقل عن طريق التنفس، يعتبر خطر كبير لكبار السن. كانت هذه آراء الناس حول فيروس كورونا والتعليمات الأكيدة عن هذا المرض وطرق الوقاية منه، بنعرفها بتفاصيلها مع ضيوفنا بالاستديو. مثل ما شفنا معاكم استطلاع آراء الناس، ويمكن ناس خايفة من هذا الفيروس، ويمكن الإشاعات وهذه الأمور تصير بكل مكان يمكن قاعد نسمعها. كلمنا عن دوركم قبل شيء، قبل الاستطلاع كنا نتكلم معاك، كلمنا عن دوركم أكثر واللي تقومون فيه مع وزارة الصحة. احنا كقطاع من المنافذ الجوية والبرية والبحرية نستغل معلومات كأعضاء جزء من لجنة اللوائح الصحية بتحديد الدول، بتحديد أماكن الخطر، فنقوم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع اللي جتنا من قبل. أنتوا كوزارة الداخلية، أنتوا المسافر أول ما يطلع سواء من أي مكان، هو أنتوا أول ناس راح تكونون مواجهين عدل. تمام. يعني أنا يمكن شفت الشباب حتى لابسين، يعني صح، هذا صح. زيادة حرص أكيد. صحيح. لكن بعد ما يطلع المسافر يكون في
من اللي راح يستقبله بعد ما يطلع من الداخلية؟ حسب خط سير الراكب نكون ماخذين المعلومة من الطيارة نفسها، من شركة الطيران عن خط سيره، فإذا كان جاي من الدول الموبوءة نقوم بتحويله إلى عيادة المطار لأخذ الإجراءات الصحية والوقائية بالنسبة لهم. نعم، جميل. قاعد نسمع الكثير من المعلومات بين الصحيح وبين المغلوطة، من وين المشاهد يأخذ المعلومة الصحيحة؟ يعني معانا طبعا يعني هالشيء نأكد عليه وايد مهم، أن الإشاعات قاعدة تنتشر ويعني ما له داعي الخوف والقلق المبالغ فيه مثل ما يقولون يعني. وبنفس الوقت الوعي يعني زين بهالوقت، ان الواحد يكون واعي بالدرجه الكافيه، ان مثل ما قلت لكم ننصح تاجيل السفر، الاجراءات الاحترازيه الوقائيه باستمرار غسل اليدين، تنظيفها سواء بالماء والصابون او المعقمات، تجنب الاماكن المزدحمه، نأكد على الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة. نعم. إحنا عندنا وزارة الصحة مواقعها الرسمية سواء بتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. في خط ساخن؟ طبعاً في خط ساخن يتبع وزارة الصحة قطاع الصحة العامة. نعم. وممكن نزودكم بعد البرنامج. نعم. كثير من الناس الحين فعلاً كنسلت سفرتها وما راحوا. شو معنى إيران؟ مع أن هذا الفيروس منتشر بكثير من الدول، لكن تم الحرص أكثر على إيران. طبعاً هالسؤال وايد تكرر لنا وتوجه لنا، وإيش معنى إيران وفي دول وايد مرتفع عدد الإصابات أو الحالات فيها. طبعاً الوضع بإيران تغير بسرعة، يعني خلال 72 ساعة من عدد الحالات صفر صار 43 وثمان حالات وفاة. نعم. فيعني هالشيء يثير القلق ومؤشر على خطورة الوضع عندهم في الجمهورية. نعم. فلذلك حرصا من دولة الكويت على سلامة رعايانا صار الإسراع أو التوصية بتعجيل إجلاء الرعاية. حلو. زين، المسافر إذا كان في اشتباه مثلا، هل شنو الإجراءات اللي تسوونها وزارة الصحة؟ هل تقيسون بس الحرارة ولا؟ طبعا يتم فحص المسافر أو القادم من الدول، فحص الحرارة وإعطائه مثل كرت مراقبة صحية، ويتم مراقبته أو يعني التواصل معه لمدة 14 يوم في حال يطلع البيت خلال أي طبعا إذا ما يعاني من أي أعراض راح يرد البيت، ويتم مراقبته والاستمرار التواصل معه خلال 14 يوم من تاريخ عودته. نعم. دكتور، شلون الفرد يعرف أنه هو مصاب أو مو مصاب في هذا المرض لو كان راجع من ديرة أو من أي دولة؟ شنو الأعراض؟ هو الفرد مسؤول عن صحته، فالمعلومات معطاة له إن أول شيء ارتفاع بالحرارة، فإذا كان في ارتفاع بالحرارة مصحوب نفس الوقت ضيق في التنفس ومصحوب بوهن شديد ومصحوب بعرق شديد وبداية طلوع بلغم، على الإنسان إنه بسرعة يتوجه إلى المراكز الصحية، لأن هذه البداية. قد لا يكون عنده فيروس، قد يكون عنده مرض بكتيري، قد يكون عنده فيروس ولكن ليس بالكورونا، ولكن البداية المواطن هو الخفير على نفسه وعلى اللي حواليه. الناس قامت تتوسوس الحين هالأيام. أنا أحب أقول لك يعني نبي نطمنهم. أنا أحب أقول لك الفيروس هذا كورونا إنفلونزا، هو جزء من إنفلونزا، والكورونا هذا موجود في عدة أماكن، يعني موجود حتى مشابه له في الجارة السعودية، ولكن هذا المصدر ماله غير، لكن هذا وجد في مكان وانتشر بسرعة، والناس يمكن عندهم هلع لأن دولة مثل الصين بإمكانياتها يعني ما قدرت أنها تسيطر عليه. فإحنا هذا من حرص الدولة هني، لأن إن دولتنا صغيرة بنحاول أن نحتوي قبل الوصول إلينا. نعم. ومثل ما قلت إحنا المطار الكويت هو البوابة الأولى. نعم. لو لا سمح الله دخل راح يكون هني، فكان هذا التشديد من الجهات الصحية ومن عندنا ومن المنافذ ومن الجمارك لمن هذا. بس مثل ما قلت ليش الإنسان خفير، المعلومات موجودة وعليه يتبع يشوف إذا صارت له هذا يتجه إلى أقرب مركز صحي ومن هناك. نعم. يأخذ المعلومة. نعم. دكتورة سندس، نبي نتحدث عن اللجنة الدولية للمنظمة الصحية اللي حضرتك عضوة فيها، أنتوا أعضاء فيها. نعم. لو نتكلم عن الإجراءات اللي تم اتخاذها. طبعا اللجنة هي لجنة وطنية دائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية متعددة القطاعات، فيها قطاعات من داخل وزارة الصحة وخارجها، جميع القطاعات الهامة والمعنية للتواصل
بهدف التأهب والاستعداد لمواجهة أي نوع من المخاطر الصحية. طبعا الوضع اللي احنا فيه أكبر دليل على أهمية اللجنة والتنسيق والتواصل السريع فيما بيننا، نشتغل كفريق واحد. نعم ترتيبكم أو شلون التنسيق بينكم يعني يكون؟ التنسيق والتواصل طبعا أو الآلي، يعني الآلية من اللي أول يعني أول يأخذون الخطوة الأولى، بعدين يحولون مثلا على الطيران المدني أو الجمارك. طبعاً احنا يعني مثل ما قلت اللجنة تضم العديد من القطاعات المعنية، لكن على حسب الحدث أو مواجهة مرض كورونا احنا باستمرار متواصلين مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية المنافذ والطيران المدني بشكل رئيسي يومياً وباستمرار، ولكن أيضاً مع القطاعات الأخرى مثل الإدارة العامة للجمارك، هيئة الزراعة وقطاعات أخرى والتجارة. مع هالمعلومات المثرية اللي أثريتونا فيها اليوم، طالعين فاصل معاكم مشاهدينا وراجعين، والحديث يطول إن شاء الله عن مرض كورونا، وإن شاء الله نطمنكم لا تحاتون. كلنا احنا عشاق، قلبي بقلبك دوم متعلق وشاب، شابك ولا يفصل يا حبي الاول يا ديرتي الكويت يا الاحلى يا مهد شاب. اللي انا من وعى قلبي عليك شابك، انا ميت بحبك ابي شاب، انت دربي ماشي لاخر الطريق شاب. اللي انا من وعى قلبي عليك لا ما تنتهي شابك، وبغرام تقولي من وين ابتدي شابك، بدولك كلي انا يا بعدي شابك، قصتي وياك لا ما تنتهي. العنبري وجاسم وكاس العالم لندن مع غانم شابك، انا شابك من يومك كنا صغار بالخشي وسط الدار، بشار يا بشار شابك، انا شابك أنا من كانت العشرة خضرة شابك، أنا من أيام سلم الحمرة شابك، أنا من أيام كشتة الوفرة شابك، من هو ينسح الأيام في عمره شابك، أنا لما الحين ما أفصل أبدا شابك، وأنا حبك حب ما حب أحد شابك، يا عسى عمرك باقي وهدى شابك، أنا لما ما أفصل أبدا. ردينا معكم مشاهدينا مع فيروس كورونا، وأكيد في لجنة تشكلت دكتورة سندس، حثينا عن هذه اللجنة. طبعا اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري يترأسها السيد وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، وهدفها التنسيق والتواصل السريع فيما بين القطاعات سواء داخل الوزارة أو في الدولة الجهات المعنية. نعم. بهدف التأهب والاستجابة السريعة للكشف عن المخاطر الصحية. نعم. طبعا يعني احنا من بداية تشكيل اللجنة نعقد اجتماعات عديدة، وهالشيء ساعدنا في لمواجهة مرض كورونا، ساعدنا وايد بالتواصل السريع، احنا ما ننتظر أشياء رسمية وكتب رسمية روتينية، نتواصل سواء بالواتساب أو بالاتصالات، فالكل باللجنة يعرف وين القطاع المعني حق أي مشكلة يواجهها. نعم أستاذ أنور، في ندوة صارت اليوم. صارت اليوم ندوة توعوية، ونشكر الدكتورة على سرعة الاستجابة. نعم. احنا طلبناها خلال يومين وفروا لنا. تقول مو نايمة يا ابني. والله يعطيهم العافية. الكل نايم. الله يعطيك العافية، والله ما قصرتوا. سوينا لنا، هي خاصة بالناس اللي موجودين بالخط الاول، اي الاجراءات يعني الناس اللي محتكين. فاحنا موظفين الجمارك يعني كان حرص من الدكتوره ان تصير في لجنه توعويه، وفيت اليوم سوت ندوه عندنا بالجمارك وحضورها يعني عدد كبير من المفتشين،
وتم شرح التعامل مع الفيروس من لبس القفازات الكمام، إذا زاد يكون اللبس الحامي، إجراءات الوقائية، إجراءات الوقائية. ويعني صراحة يعني أنا يعني أوصي إخواني بالجمارك على الحرص بالشيء هذا، يعني لا تكون أول من يصاب. نعم. لا تكون أول من يصاب، يعني أنت كثر حرصك أنت توقف الشيء عند حده. أنت بالوجه. أي بالوجه. فأنا أوصي الطيران المدني بعد والداخلية هم معانا، بس إحنا لنا بالجمارك، فأنا أوصيهم بالحرص ويعني نقل المعلومة هذه. نعم. نقل المعلومة حق العافية. أنت طمنت الناس بالمطار، لكن اللي قاعدين عبر الحدود البرية يعني العقيد لو تحدثنا. إحنا بالنسبة للمنافذ البرية حاليا الحدود مع العراق ومع الجارة السعودية، الدولتين هذه لم يعلم فيها إصابات لله الحمد والمنة، الحمد لله، فماخذين إجراءاتنا واستعداداتنا مع بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك بالمنافذ المواني البحرية. نعم. هم هناك تنسيق بين وزارة الصحة ومع مؤسسة المواني، لأن المنافذ البحرية من إيران بعد. أي في منافذ من إيران، فإحنا ماخذين إجراءاتنا حسب التعليمات الصحية، متى نرفع درجة الدرجة ومتى ننزلها حسب التعليمات من اللجنة. نعم. قواكم الله أكيد، يعطيكم العافية. دكتورة، إذا في كلمة أخيرة تحبين توجهينها. نشكركم على هاللقاء وما قصرتوا على الاستضافة. طبعا إحنا نأكد أن الإشاعات الكل يتعاون. نعم. عشان يعني نتصدى للإشاعات. أجلوا سفرهم الناس ما بيسافروا. الشيء وايد مهم، الوعي زين بتأجيل السفر، لكن بنفس الوقت مثل ما قلنا يعني نطمنكم إن شاء الله الأمور مطمئنة بالكويت، إن شاء الله إحنا مطبقين جميع الإجراءات الاحترازية عالميا المطبقة عالميا. نعم. ويعني أهم شيء الإشاعات إنها يعني ما تنتشر، نحد من انتشارها ونتأكد من مصادرها الموثوقة. أكيد. نعم. أكيد الكويت سباقة دائما في هذه الإجراءات، وأكيد تتبع الإجراءات العالمية. أكيد. هذا شيء معروف عنا بالكويت، وبجهودكم اللي تشكرون عليها وزارة الصحة وزارة الداخلية وأكيد إدارة الجمارك، كل الشكر لكم. ونقول حق مشاهدينا اليوم بعد هذا اللقاء المثري جدا أن يتابعون أكاونت وزارة الصحة عشان يأخذون المعلومات الصحيحة الغير مغلوطة. مشاهدينا إن شاء الله نكون كفينا ووفينا معاكم اليوم في الحديث عن فيروس كورونا، ونكون طمناكم شوية. عليكم بالعافية، سافروا وإن شاء الله ما كلك الخير. تصبحون على خير ونشوفكم باكر إن شاء الله.